ورا الخوادر الله يحفظك. وحارس العلاقات اللي كاينه الان ما بين فرنسا والمغرب هي متوتره شويه، ولكن حنا كنتمناو ان هذه المقابله اللي غادي تكون الاربعاء المقبل في كاس العالم المغرب وفرنسا ربما غادي تقرب الشعوب. والامنيه ديالي هو ان غتقولي لي شكون اللي بغيتي يربح. دوزت 52 عام في فرنسا ودوزت 20 عام في المغرب، هي كان روح الوطن ما كيتنساش، كتبقى دائما المغرب ورايات المغرب كتبقى دائما، وحنا كنقول لو ميور غان. عندنا تاريخ ياك اللي في عمره 1200 سنه، 12 القرن. يعني انا تنقول ما خصناش نكونوا تابعين لشي حد، حنا اوني ان بوبل انديبوندون. يعني بالعكس غادي نحس بان فيغتي اننا الا انتصرنا على فرنسا غادي نحس بان فيغتي بانه كاينين حنا نقدروا نقولوا الكلمه ديالنا في كل شيء، وزعما ما نكونوش اوني اوبليجي دو سويفغ واحد الجهه. La France, qui est une grande équipe, c'est le champion du monde. Et voilà, donc le rendez-vous, ça va être, Inch'Allah, le mercredi à 20h. Et on espère bien fêter ça. Et le plat, ça va être, Inch'Allah, l'Alfisa. Avec comme ingrédient le coq. Donc le coq et aussi de l'avocat partout. Donc ça va être, Inch'Allah, un gros match et on va gagner, c'est sûr.